الاتحاد من مختلف القطاعات، من الاتحاد الداخلية والصحة والتجارة، وكلنا في جميع الزملاء في القطاعات، ونحن كلنا على الحكومة شو نقولوا اليوم، ولا الآخر لازم على أعضاء الحكومة يسافر المواطن. المواطن يحتاج صراحة على الاتحاد. أما تجي عندي أنا باش نقعدو في القنوات التلفزيونية لا يشكل الحاجة اللي أنا نشوف فيها حكم أننا على ارتباط كبير مع المواطنين مع الحكومة أنها تشوف سواعدها لصالح المواطن. كان ندير كلمة صراحة أنا نقصد بزاف صوالح نسمع الحكومة مش هكا نقدروا نرجعوا الثقة. أنا سميتها الثقة المهمة، لازم نرجع الثقة هذه، الثقة المهمة اللي راها تحت المواطن تاعنا اليوم. أنا نقول حسب تصريحات السادة أعضاء الحكومة في الاختصاصات تاعهم في القطاع، نظن ما نفرقوش في الروتين تاع المسألة تاع البلوغ، نظن يهبطوا المواطنين يهبطوا الوزن ويصرفوا المواطنين. هذه هنا نطلبوا الخلاء كمواطنين تاع الشعب، ونطلبوا كذلك المواطن اللي راه يعيش في النهار وسيدي نقولوا اللي راه يعيش تياب الأسعار. قرارات جاتها وزارة التجارة قرارات هامة مهمة، لكن المتابعة أين هي؟ مازال المضاربين يلعبوا دورهم، مازال الزيادة في الأسعار التجارية القرارات وحدات. صراحة المواطن إذا بغيت تكسب المواطن اليوم صالح وصالح وتبع قرارات يديرو باش يديرو الكبر على المواطن، وقرارات يزيد تنفذو. لازم المواطن باش يكسب تقسم المسؤول تاعو لازم يشوف هذوك القرارات تنفذو. لما المواطن يشوف هذوك القرارات تنفذو نقول هكا نقدر نشوف. أستاذ يمكن